أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذا المساء. بنوع آخر من ثورات الشعوب ولليوم السادس على التوالي يخرج اللبنانيون بكافة أطيافهم رافضين سياسات الحكومة وناقمين على ما خرج من محاولات حلول من قبل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. شارع لبناني لم يقتنع بالإصلاحات التي أقرها الأخير والتي عرضت على سفراء دول داعمة للبنان. فهل ستصمد الحكومة الحالية أمام شارع لبناني سئم العيش تحت طائلة فساد حكومي؟ آلاف اللبنانيين يحتشدون في الشوارع وميادين الاعتصام لليوم السادس على التوالي، مشهد يدل على عدم اكتراثهم بقرارات الحكومة الإصلاحية التي أقرت بالأمس. محيط مصر في لبنان المركزي كان أحد المواقع التي تظاهر فيها اللبنانيون، فهذا المكان يشكل أيقونة القهر الاقتصادي وسياسات لبنان البنكية والمالية التي ساهمت في إفقار الشعب اللبناني كما يؤكد المحتجون. يذكر أن الخطة الحكومية وعبر إقرار موازنة العام 2020 اعتمدت الحد من الضرائب وخفض النفقات العامة إلى جانب زيادة الضريبة على أرباح المصارف وإطلاق مشاريع إصلاحية في القطاعات الخدمية المختلفة. المصارف هي أمام حلين، إما أن يذهب لبنان إلى مزيد من الانهيار وعندئذ كمان أيضا تصبح خسارتها أكثر، أو أن تقدم أو أن تقبل بخسارة محدودة لإنقاذ الأكبر. لذلك أعتقد بأن المصارف، وحتى الآن لم تفتح المصارف لأن هناك فعلا أزمة اقتصادية مالية عليها أن تعالجها، ولكن مطلوب من المصارف أن تساهم بحل المشكلة المالية الاقتصادية حتى لا تدفع أكثر. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد التقى اليوم مجموعة من سفراء الدول الداعمة للبنان، لقاء وصف بالإيجابي ويؤمل منه متابعة ملف مؤتمر سدر حول مشاريع ترعاها دول المانحة. في سياق ذي صلة أشار مستشار الحكومة إلى طرح مقترح التعديل الوزاري على أن يبت في الموضوع خلال الأيام المقبلة. قضائياً، عقد المجلس الأعلى للقضاء اللبناني جلسة طارئة للاستضاح من القضاء والنيابات العامة ما آلت إليه ملفات الفساد وهدر المال العام. ويرى مراقبون أنه ومنذ أن وضعت حرب لبنان الأهلية أوزارها فشلت الحكومات المتعاقبة في القيام بإصلاحات بنيوية وتأهيل المرافق العامة وتحسين الخدمات والبنى التحتية. حول ذلك انضم إلينا في الاستوديو سيد بنحس عنبري، خبير شؤون الشرق الأوسط والباحث في مركز القدس لشؤون الدولة والجمهور. مرحبا بك سيد بنحس. ودكتور جاك نريال، مستشار السياسي السابق، مرحبا بك دكتور جاك. وعبر استديوهاتنا من باريس دكتور ناصر زهير، خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، مرحبا بك دكتور ناصر. وعبر القطع الهاتفي السيد والشيخ حسن مشيمش، المعاون الأسبق لأمين عام حزب الله السابق، مرحبا بك شيخ. دعني أبدأ معك، هل يمكن أن يحرك هذا الحراك الشعبي اللبناني الذي وصف على أنه تاريخي جميع لبنان في إطار إحداث تغيير تاريخي في الحكومة وحتى في السياسات العامة؟ يعني أعتقد نعم بأن يقظة اللبنانيين في هذه الأيام هي ظاهرة استثنائية ونادرة وعظيمة جدا، ولكن إنني أعتقد بأن كل العلاجات التي يطرحها رئيس الحكومة اللبنانية الحالي سعد الحريري أو غيره من المسؤولين هي عبارة عن بنج موضعي لا يعالج المشكلة الأساسية من جذورها. إنني أعتقد بأن المشكلة الأساسية في لبنان والتي يتفرع عنها كافة المشاكل والأزمات والكوارث الفتاكة والحادة التي لم تبقي دولة في لبنان هي مشكلة أن حزب الخمينيين في لبنان لم يعد حزبا عاديا، وإنما أصبح بحسب حقيقة الواقع هو الدولة والدويلة والسلطة السياسية في لبنان هي الدويلة. شيخ حسن، يعني ما بدنا نشهده اليوم أيضا تظاهرات في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان، وهذا قد يكون المرة الأولى بتصريحات واضحة ضد أمين عام حزب الله حسن نصر الله وضد الحزب بشكل عام. أنا أعتقد بأن حزب الخمينيين في لبنان هو شريك أساسي في الفساد الجاري في الدولة اللبنانية، بل هو رأس الفساد والفاسدين، بل هو رب المفسدين والفاسدات.
أولا مليارات الدولارات اختلسها حزب حسن نصر الله من وزارة الصحة. نعم. ومليارات من الدولارات اختلسها من وزارة الشؤون الاجتماعية ومن المرضى ومن مطار بيروت الدولي ومن شبكة الاتصال الهاتفية الخاصة بالحزب التي خسرت الدولة ملايين الدولارات وراحت لجيوب قادة الحزب. خامسا ومن تعويضات شركة سوليدير ومن صندوق وزارة المهجرين. ناهيك عن تورط قادة حزب الخمينيين في لبنان بتجارة نعم. المخدرات والدولارات المزورة. طيب وصلت الفكرة. سأعود إليك سيد. منها نعم. عشرات الملايين من الدولارات ومن الصفقات التي لا تعد ولا تحصى على حساب الدولة اللبنانية. نعم شيخ حسن سأعود إليك بهذه النقاط المهمة ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ. نعم. حينما كل شعب في الأرض حينما يفقد نعم. سيادة دولته معنى ذلك أنه فتح الطريق. طيب ابقى معي شيخ حسن. نعم. أن تستمع في دكتور جاك. نعم دكتور جاك أنتقل إليك. هل نعم. يمكن أن يحقق هذا الحراك الشعبي اللبناني مطالبه؟ وما هي الخيارات الآن أمام الحكومة اللبنانية؟ جربت بعرض بعض الإصلاحات لم تؤتي أكلها أمام الشارع اللبناني. أول شيء مساء الخير، ولازم أقول إنه اللي عم يقوله الشيخ معه حق. مزبوط، حط أصبعه على الجرح والجرح هو عم بدم طالع منه دم، والدم هو دم اللبنانيين اللي والانتهاك اللي كان من حزب الله على للدولة اللبنانية. معروف يعني لما استمعنا على حسن نصر الله وعلى خطابه شو قال؟ انه ما بده انه الحكومه تستقيل، ما بده، لانه ليش ما بده؟ لانه صار له شهور وشهور وشهور حتى صارت هالحكومه، وشهور 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 وسنوات حتى ما انتخب الرئيس، لهالسبب هو قاعد وراء هالدوله. ولكن أليس هذا الشارع اللبناني دكتور جاد؟ أليس هذا الشارع اللبناني هو من اختار في نهاية الأمر ثلاثة حقائب وزارية لحزب الله؟ بدي أسألك نعم 13 يعني مقعد كيف بتفسر موكب 200 درجات نارية فاتي على بيروت مع أضبان حتى تضرب المتظاهرين؟ شو هيدا؟ نعم. يعني على أساس شو؟ على أساس الموديل بطهران؟ يعني مين علمه هيدا؟ علموا الإيرانيين؟ يعني هو علني عم يتبع اللي عم تطلبه طهران على الساحة اللبنانية. هلأ لسؤالك، هل شو هو المستقبل؟ أو المخرج من هذه الأزمة؟ المخرج هو طلع شو صار بالجزائر. الحراك الشعبي شو صار؟ جاب أول شيء كل الفاسدين، كل الوزراء اللي كانوا فاسدين، وكل اللي نهبوا أموال الناس على الحبس أول شيء. هل هذه هي الإشكالية دكتور أم أن الوضع في لبنان أكبر من ذلك وأعقد من ذلك؟ لبنان قدام داهية، إذا كان رح يكون في تغيير جذري بلبنان من جهة البنية ومن جهة الاقتصاد، لبنان رايح على داهية. سيد بنحس وأطرح عليك هذا التساؤل من جديد، يعني هل لبنان أمام إشكالية كبيرة أكبر من قضايا فساد وما تقوم به الحكومة من سياسات خاطئة تجاه الشعب اللبناني؟ نعم، لبنان في نص الصراع الشرق أوسطي بين إيران من جهة وبين السعودية والخليج من جهة أخرى، وحزب الله طبعا وفي النص يعني هو العائق الرئيسي لأي إصلاحات والاقتصاد اللبناني لسببين. أول شيء هو يوصف كتنظيم إرهابي، ومن هون أطراف مستثمرة لا تستثمر في لبنان لأنه في هو موجود في الحكومة، فيعتبر تنظيم إرهابي. إيش تاني صوت له الشعب أيضا في الانتخابات؟ يعني حصل على ثلاثة مقاعد يعني حقائب وزارية في الحكومة، وحصل على مقاعد في المجلس التشريعي في نهاية الأمر. طيب أوكي، هذا بالأساس إذا هو حزب سياسي لازم يتصرف كحزب سياسي، فإذا هو تنظيم إرهابي فهو ليس حزب سياسي. هون اختلاط الأوراق، ومن هون المستثمرين يمتنعوا من الاستثمار في لبنان، والخليج العربي أخذ أمواله من المصاريف من المصاريف، مشكلة البنوك، ومن هون الأزمة. طيب دكتور ناصر أنتقل إليك من باريس، لماذا برأيك لم تنجح خطوة رئيس الوزراء اللبناني بطرحه بعض الإصلاحات والتي لم تؤتي أكلها في الشارع اللبناني وخرج منتفضا اليوم السادس على التوالي؟ نعم، خطوة الرئيس الحريري جاءت متأخرة أولا، ثانيا كانت نقمة على الحكومة بدل من أن تكون عامل إيجابي، بمعنى أن إذا كانت هذه الحكومة تستطيع اتخاذ كل هذه الخطوات الإيجابية بخفض نسبة العجز في الموازنة، خفض رواتب الوزراء والمديرين العامين، زيادة الضريبة على البنوك، لماذا لم تتخذ هذه الخطوات من قبل؟ هذا التساؤل هو الأهم الآن لدى المتظاهرين، بمعنى أن هذه الحكومة إذا ما كانت تستطيع اتخاذ هذه الخطوات فهي تستطيع
اتخاذ خطوات أكبر، وأن الدولة اللبنانية تستطيع فعل الكثير لتحسين الاقتصاد وتحسين وضع المواطن اللبناني، ولكن كانت لا تفعل ذلك، بالتالي كانت نقمة على الحكومة بدل من أن تكون عامل إيجابي يهدئ من المتظاهرين. إذا ما أردنا أن نكون منصفين، مشكلة لبنان ليست فقط حزب الله، مشكلة لبنان هي كامل المنظومة السياسية التي بنيت على المحاصصة الطائفية والمحاصصة الطائفية الاقتصادية أيضا، بمعنى أن هناك وزارات تذهب إلى مثلا الدروز وكتلة وليد جملاط، هناك وزارات تذهب إلى كتلة المستقبل، هناك وزارات تذهب إلى الكتائب، إلى التيار الوطني الحر، إلى حزب الله، حركة أمل، كل جهة لها بعض الوزارات، بما يؤدي ذلك إلى غياب المنظومة المتكاملة لعمل الاقتصادي، يعني عدم التنسيق بين الوزارات، مثلا عدم التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، وزارة الصحة، كل هذه الوزارات لا تنسق مع بعضها لأنها تتبع إلى جهات مختلفة. هذا هو السبب الرئيسي، الفساد منتشر في لبنان لدى الجميع، لكل طرف ملفات قضايا فساد كبيرة، أو على الأقل إذا لم نقل يعني لم نعمم الفساد، هناك ملفات للعمل لصالح الطائفة أو صالح المجموعة. بالتالي الحل يمكن أن يكون باستقالة هذه الحكومة، الإتيان بحكومة تكنوقراط وحكومة كفاءات، ويمكن أن تعمل هذه الحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادي. وأعتقد بأن ضغط الشارع سيؤدي إلى الزعماء السياسيين أن يبرزوا وجوه نظيفة بعض الشيء، وجوه ذات كفاءة لتتولى هذه الوزارات. نعم شيخ حسن، أنتقل إليك من جديد، هل زخم هذه التظاهرات سيؤتي نتيجة في نهاية الأمر برأيك؟ والله أرجو أن تعطيني دقيقتين للرد على الأستاذ الذي يتحدث من باريس. نعم. حيث قال بأن الفساد الواقع في الدولة اللبنانية متورط به الجميع، باعتبار أن النظام في لبنان نظام طائفي قائما على المحاصصة، فالمحاصصة الطائفية والنظام الطائفي هو مصدر العلل ومصدر الأمراض ومصدر الفساد الأعظم في لبنان. أرد عليه بقوله أن لبنان منذ أن أخذ استقلاله مرة كان نظاما طائفيا ووقعت الدولة تحت المحاصصة الطائفية، إلا أن درجة الفساد التي حلت في لبنان في ظل سلاح حزب الخمينيين، في ظل وقوع لبنان تحت سيطرة محور الاستبداد والديكتاتورية الإيراني الأسدي السوري وحسن نصر الله، درجة الفساد لم يعد الشعب اللبناني يحتملها. شيخ حسن، يعني قد يكون صحيح ما تقول بالنظر لتأثير إيران في حزب الله وما يجري في لبنان، ولكن إن لم يوجد أيضا حزب الله في لبنان، المشكلة لما كانت تحل أيضا، يعني الفساد متفشي في جميع الأحزاب السياسية، وشاهدنا الشارع اللبناني يخرج ضد جميع الأحزاب السياسية، يرفض السياسات بشكل عام. لا أنكر بأن جميع السياسيين على وجه العموم أن جميع السياسيين متورطون في الفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية، وهم المسؤولون عن وقوع لبنان تحت دين تجاوز 90 مليار دولار، وأن الفساد طال بحر لبنان وأنهاره وينابيعه وكهربائه وكافة مؤسساته. طب شيخ، كيف يمكن أن يحقق هذا الحراك مطالبه في نهاية الأمر برأيك؟ ولكن كافة المفسدين في لبنان هم بحماية سلاح المقاولة والمبايعة، سلاح كمنائي وبشار أسد وحسن نصر الله. طيب شيخ، كيف يمكن أن يحقق الحراك الشعبي اللبناني؟ لحظة شيخ، لحظة. نعم لحظة، وصلت الفكرة. دقيقة واحدة. لدي تساؤل، لم يبقى للوقت يا سيد، يجب أن أدير النقاش بشكل صحيح. كيف يمكن أن يحقق الشارع اللبناني مطالبه في إطار رفض الحكومة حتى اللحظة الاستقالة؟ يعني هناك من توقع بأن يخرج رئيس الوزراء سعد الحريري بخطاب استقالة في اليوم الأول، ولكنه تحدث عن مهلة 3 أيام، ومن ثم تحدث عن بعض الإصلاحات التي لم تؤتي نتائجها. أنا أعتقد بأنه استقال الشيخ سعد الحريري أم لم يستقل، استقالت القوات اللبنانية أم لم تستقل، كل مشروع إصلاحي سيطرح في لبنان هو يتجه بطريق الفشل الذريع، طالما لبنان يخضع لسلطة سلاح حزب الخمينيين. حسن نصر الله يزعم بأنه هزم في سوريا الحرب الكونية على بشار أسد،
التي تقودها أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وأستراليا وحلف الناتو وإسرائيل كما يزعم هو بيت العنكبوت والسعودية دول الخليج العربي. حسن نصر الله يزعم بأنه أفشل مخطط أمريكا وحلفائها الذي كان يستهدف الإطاحة ببشار بطل محور الممانعة والمقاومة. حسن نصر الله يزعم بأنه أفشل المخطط الأمريكي الذي كان يهدف إلى بناء شرق أوسط جديد، وحافظ حسن نصر الله على الشرق الأوسط القديم الغني بالعدالة والعامل للحريات السياسية والأفضل بصيانة كرامة الإنسان والشامخ الشرق الأوسط القديم بالازدهار والتطور والتنمية والديمقراطية. طيب نصر الله الذي هزم أمريكا وحلفائها الذين يمسكون بكوكب الأرض هو المسؤول الأساسي عن الفساد المرعب في الدولة الإسلامية. طيب وصلت فكرة شيخ، سأعود إليك بهذه النقطة دكتور جاب، أنتقل إليك. نعم لحظة يا شيخ، لحظة يا شيخ، ولا يستطيع كائن من الجن أو الإنس ولا بما طيب وصلت الفكرة دكتور جاك، أنتقل إليك. أنت تعلم ما يجري في لبنان بشكل واضح خصوصا فيما يتعلق بالأحزاب السياسية، وكنت تتواجد هناك. الإشكالية تاريخية أيضا في لبنان دكتور ولم تحل طيلة سنوات عديدة، الطائفية موجودة ومترسخة في لبنان. الطائفية يعني تأسست بلبنان 1943، يعني تقسموا الكيك بين المسيحية الموارنة والأرثوذكس والسنية والشيعة وكذا وكذا، واللي صار ب 1943 تغير ب 1990، يعني بطائف قالوا انه لازم تغير. هلا اذا كنت طلع على البرلمان اللبناني بتشوف انه في 128 عضو برلمان، نصهم مسيحيه ونصهم مسلمين. هلا هل هذا هو الوضع على الارض؟ لا، لانه المسيحيه اكثر من 30%، مش اكثر من هيك. السنيه والشيعة اكثر من 60%، يعني شو باقي؟ باقي انه التقسيم البرلماني مش مزبوط لهالسبب. يعني البنيه السياسيه بلبنان غلط اليوم، لازم تتغير. لهالسبب اذا كان بيحط البنيه الطائفيه على جنب وبناخذ حكومه تكنوكرات، خلي يعطيها وقت حتى تتحسن وتشوف كيف فيك تعمل اصلاح. هلا اذا كان ما في افق، شو صار؟ أنا بذكرك بين 1850 للحرب العالمية الأولى، ثلث من سكان لبنان هاجروا لبنان، ثلث من سكان لبنان. بحرب الأهلية ب 1975 وطاعه، مليون لبناني طلعوا على الخليج. هلا شو الحل؟ المثقفين المحامين والدكاترة وكل شيء بيشوف انه ما في حل، ما في اموال، ما في تعمل شيء بلبنان، بتطلعوا على الخارج. يعني راح يكون في نزوح بالالاف وبمئات الالاف اللبنانيين على الخارج. هذا هو الحل على المدى القصير حتى ما يتغيروا الاوضاع. وانا بفكر انه الساسة اللي بيكونوا رؤساء احزاب ورؤساء طوائف مثل الدروز، مثل الموارنه اللي مقسمين بيناتنا، والدروز اللي مقسمين بيناتنا، والسنه اللي مقسمين بيناتنا، والشيعة كمان اللي مقسمين بيناتنا، انه فيهم يوصلوا على حل اليوم. ما في حل اليوم، ومثل ما قلت انه الحل على راح يكون على طريقه الجزائر. يعني الشارع هو اللي راح يطلب التغيير. طيب سيد بنحس، دكتور جاك ذكر الجزائر، وانا اذكر الثورات او ثورات كما يوصف بانه ربيع عربي. هل يمكن المقارنة أو إيجاد يعني الشبه ووجه شبه ما بين ثورات الربيع العربي وما يحدث في لبنان، أم أن الوضع في لبنان مختلف؟ لا خاص بلبنان. لبنان يعني هي دولة طائفية، وطائفية جوهر لبنان، فإشي هذا لا يتغير. كل تغيير دستوري لازم يستند على الطائفية في لبنان. ومفعل كواليس بالخلفية الحوادث اللي تجري اليوم، في بعض النقاش بموضوع مستقبل الدستور اللبناني اللي موجود هلا لا ينفع، وفي القوات ودروز بدهم لمركزية، يعني نو من فيدرالية كونفدرالية، يعني كل طائفة تتمسك بحكم ذاتي معين. هذا إشي غير مبلور، لكن الفكرة موجودة. بينما الشيعة ربما المسلمين لا، بدهم لبنان تكون دائرة انتخابية واحدة لأسباب معروفة، بدهم يسيطروا على لبنان كلها. فأظن لسه ما بدأ، لسه موجود من برا الكواليس، ولكن النقاش والخلاف موجودين. طيب كيف يمكن أن يحقق هذا الحراك مطالبه؟ يعني كما نقول هنا في الاستوديو، المهمة يعني
صعبة أمام الشارع اللبناني ضد وجود جميع هذه الطائفية وجميع هذه الأحزاب التي توصف على أنها جميعها فاسدة في نهاية الأمر. أوكي، لكل حديث حديث، لأن الهلا الأنصر الاقتصادي وموضوع الفساد موجود في الصدارة. اللي حكيت أن تغييرات الدستورية هي بالخلفية، هي تنتظر لدورها، ولكن بدوا يحكوا في ذلك. طب تم طرح إصلاحات من قبل رئيس الوزراء، لماذا برأيك لم يعني تأتي نتائجها؟ تحدث عن يعني تقليل الرواتب للوزراء والنواب السابقين بنسبة 50%، تحدث عن إصلاحات عديدة، لماذا الشارع رفضها جملة وتفصيلا؟ نعم، كل إصلاحات الحرية هذا بس لتغذية عواطف الشارع، لا أكثر ولا أقل. ما فيش فيهن أي جدية، أوكي؟ فيعني مش لازم نحكي فيها، لأنه ما فيش فيها جدية وبلاش نحكي فيها. نعم. يعني هذه كل الإصلاحيات هذه لو اتخذت قبل 6 اشهر قبل 8 اشهر، ليش ما صارت؟ لانه وزير الخارجيه جبران بسير كيف قال رئيس الوزراء فركشوا مره ومرتين وثلاث مرات وما خلى يوصل على على, على 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 اي مشروع. يعني لبنان انشل من جانب القوات السياسيه، والقوات السياسيه وزن مش فهمانه انه لبنان رايح على داهيه، لبنان رايحت على داهيه، لازم يزيحوا على جنب ويجيبوا اسلوب جديد على الشاشه. نعم، هذه القوات السياسيه التي تحدث عنها دكتور جاك، انتقل بها معك دكتور ناصر. حتى اليوم تم تداول نبأ يتعلق بإقالة مديرة الوكالة الرسمية اللبنانية لتغطيتها لأحداث التظاهرات. يعني هذه الأحزاب السياسية تحاول أن تجابه هذا الشارع اللبناني، لأي مدى خطير هذا الأمر برأيك؟ أعتقد بأن الأمر خطير جدا بالنسبة للقوى السياسية الحاكمة في لبنان، لأنها لحد هذه اللحظة لم تفهم بأن الشارع اللبناني للمرة الأولى منذ الاستقلال توحد ضد كامل الطبقة السياسية. يعني الهتافات والأعلام كانت فقط للبنان، كانت فقط ضد الفاسدين، وعندما يقولون أو يرفع شعار في لبنان كلهم، يعني كلهم هم يقصدون الجميع، الجميع له مشترك بهذا الفساد، ويجب أن يتنحوا في هذه الفترة. الجميع أثبت فشله سواء كان بدرجة كبيرة أو درجة أقل. بالتالي الطبقة السياسية تحاول لحد هذه اللحظة مقاومة هذا التيار الشعبي، وتراهن بأن في لحظة ما كل طرف سيسيطر على جماعته، بمعنى أن جنبلاط سيسيطر على الدروز ويسحبون من الشارع، الحزب وحركة أمل سيسحبون أيضا التابعين لهم، المستقبل كل حزب يراهن على أنه يستطيع السيطرة على الطبقة الشعبية المؤيدة له، ولكن أعتقد بأن هذا الأمر الآن فات أوانه، لأن الجميع خرج عندما فاض به الكيل، والجميع في لبنان يعرف بأن التراجع خطوة إلى الخلف الآن سيؤدي إلى خسارة كل المكتسبات. يعني بمعنى حتى القرارات التي أتى بها رئيس الوزراء اللبناني بعد عام أو عامين يمكن التراجع عنها، ويمكن أن نرى هناك فساد يطيح بأكثر من الأموال التي قد تحققها هذه الطبقة. الحل هو باستقالة الحكومة، الاتيان بحكومة كفاءات، كل طرف يأتي بشخصيات صاحبة كفاءات سواء كان في الاقتصاد، في المالية، في غيرها من الوزارات، هنا يمكن أن يقبل بذلك المتظاهرين. وإذا ما ذهبنا إلى انتخابات مبكرة، وهذا أيضا مطلب للمتظاهرين، هذه الانتخابات المبكرة ربما لن تكون ذات فائدة، لأننا سنعود إلى نفس المشكلة، هي المحصصة الطائفية، كل طرف له عدد معين من مقاعد البرلمان وعدد معين من الحقائب الوزارية، ولكن يمكن أن تساهم باختيار شخصيات على الأقل ذات كفاءة وشخصيات وطنية أو شخصيات تعمل للصالح العام ولا تعمل لصالح المجموعة أو صالح الحزب أو صالح الصالح الشخصي، ربما هذا ما يرضي المتظاهرين. غير ذلك أعتقد بأن المظاهرات ستبقى مستمرة. طيب بدقيقة شيخ أعود إليك من جديد، يعني هل المخرج الوحيد بات لربما انتخابات في هذه المرحلة استقالة الحكومة، أم أن مطلب الشارع أكبر من ذلك؟ أنا أقول مطلب الشارع وعقلاء الشارع والنخبة الشارع تقول لا يمكن للإصلاح أن يسير في طريق النجاح طالما يوجد سلاح خارج وصاية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والقضائية والتشريعية، سلاح قراره في طهران يدخل نائم.
لا يمكن أن تقوم دولة حقيقية في لبنان في ظل وجود سلاح الخمينيين الذين يصادرون سيادة الدولة. وحينما تفقد الدولة أي دولة بالأرض سيادتها، معنى ذلك ستقع الكوارث والأزمات في كل نواحي حياة الشعب. لبنان طائفي يا أستاذ صحيح، لكن نسبة الفساد اليوم في لبنان في حقل القضاء وفي حقل الأمن وفي حقل الإدارات والدين العام وفي حقل الأمن والحريات السياسية هي نسبة فوق ما يتصوره خيالكم ويخطر بذلكم بسبب وجود سلاح الغدر والاستيالات، سلاح الخمينيين في لبنان. شيخ حسن مشيمش المعاون الأسبق لأمين عام حزب الله، كنت معنا عبر خط الهاتف من فرنسا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. الشكر موصول لك سيد تنحس عنبري خبير شؤون الشرق الأوسط والباحث في مركز القدس لشؤون الدولة والجمهور. الشكر موصول لك دكتور جاك نرياء المستشار السياسي السابق. والشكر موصول لك دكتور ناصر زهير خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، كنت معنا عبر استديوهاتنا من باريس. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذا المساء، دقائق قليلة ونعود إلى المناظرة اليومية، فابقوا معنا.